يتم الافراج عليهم وعنهم من قبل الطرفين. نرحب بابنائنا واخواننا اللي كانوا يعني مختطفين في مع الحوثيين، وقد مر عليهم فتره طويله في سجون الحوثيين والانقلابيين، واليوم كان الافراج عنهم نتيجه لتبادل ومحادثات وتفاوضات بين بعض يعني الطرفين، وأقر هذه الخطوة فهي خطوة إيجابية. ايش اللي حصل اليوم بالضبط؟ الذي حصل اليوم ان احنا قمنا بتبادل 90 مقابل 115، 90 من ابناء تعز و 115 من الجبهات التي جت من خارج تعز. تم اخفائي 6 أشهر وابعادي عن اهلي بدون اي سبب، وانا ابلغ من العمر 17 عام، وتم احتجازي من قبل الميليشيات وابعدوني عن اهلي، وكنت مخفي قسريا، ولله الحمد تم اليوم الافراج عني بتبادل الأسرى